والله كان في موضوع كده كنت بتجنب الكلام فيه علشان يعني شايفه انها موضة. بعض الشباب مثلا شافت حد معين ممثل اجنبي عمل حاجة فبيعمل زيها، وعلى فكرة كلنا كنا كده في وقت ما، يعني كل واحد كده يطلع بتقليعة جديدة بقصة شعر جديدة كده يعني، وبتقعد شهر شهرين ثلاثة وبتنتهي خلاص، والناس بتعمل لها ضبط مصنع من اول وجديد. بس لاحظت ان الشباب بتعمل تسريحه كده في الشعر غريبه، اللي هي تحلق كده وتسيب الشعر ده مكتكت. الموضوع ما بقاش مثلا شاب من كل 10 ولا 2 ولا 3 ولا حتى 5 من كل 10، ده انا ساعات اشوف جروب كامل شباب لو هم 10 اشخاص 8 عاملين الحلاقه دي. طب ليه؟ ايه يا رجاله في ايه؟ وناس انا اعرفها وناس انا بحبها ولاد ناس اصحابي، انتوا ايه اللي حصل لكم؟ في ايه يعني؟ انتوا حابين القصة دي ليه كده كلكم؟ ليه؟ صدقوني يا شباب والله شكلكم وحش فيها، مش حلو. انتوا احسن من كده، والله انتوا شكلكم احسن من كده، انتوا ولاد ناس. ليه كده؟ وليه كلكم بقيتوا منعدم الشخصية؟ يعني ازاي؟ ده ربنا خلقنا مختلفين، خلقنا مش لون بعض، مش شكل بعض، ما بنلبس زي بعض، اذواقنا مش واحدة. خلاص يعني 8 من كل 10 استقروا على التسريحة دي انها هتليق عليهم كلهم. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ وعمري ما شفت موضه او تقليعه تقعد سنه واتنين، ده ليه؟ ايه اللي حصل بجد والله؟ طب انا عايز رد منطقي. والله انا بحبكم، انا بحبكم، اعتبروني اخوكم الكبير، اعتبروني ابوكم، اعتبروني اي حاجه انتوا بتحبوها. الحلاقه دي وحشه عليكم، شكلها وحش عليكم والله. كل واحد المفروض يبقى عنده شخصيته المستقله، مش كلنا نبقى كوبي بيست من بعض، كلنا حالقين نفس الحلاقه ليه؟ تخيل كده 5 6 ماشيين مع بعض لابسين نفس اللبس، هتقول عليهم ايه؟ هتقول عليهم عديم الشخصية، منسقين. ارجوكوا ارجوكوا بقى، عايزين نتخلص من الموضة دي. شكلكم مش حلو، انا بحبكم وخايف عليكم وخايف على منظركم وشكلكم وخايف على شخصيتكم. عايز كل واحد يبقى عنده شخصية كده. كل عام وانتم بخير، السلام عليكم.